دلوقتي حضراتكم في أحدث مفرخ لزراعة الأسماك البحرية في مصر، أشتوم الجميل في محافظة بورسعيد، مدرسة في الاستزراع البحري، وبينتجوا زريعة أسماك العروس والدنيس والبلط الأحمر والبوري، وأخيراً أنتجوا سمك موسى. وبالمناسبة هو امتداد عظيم لمفرخ الكيلو 21 بمحافظة اسكندرية، والاثنين تابعين لجهاز حماية البحيرات وتنمية الاستزراع السمكي. وخلي بال حضراتكم هنا كمان في أشتوم الجميل، اللي عايز يتعلم إزاي يربي الأسماك البحرية هيلاقي مركز عملاق 5 نجوم للتدريب على الاستزراع البحري، وخلال 15 يوم من العمل والتدريب المكثف والإقامة المريحة جداً والمعايشة الكاملة لأحواض تربية الأسماك، هتبقى أستاذ استزراع أسماك بحرية. وعلى فكرة زريعة الأسماك البحرية في أشتوم الجميل متميزة جداً وجودتها عالية، وبيكيفوها مع ملوحة المية في أي مزرعة، وبتخرج من المفرخ بالوزن اللي عايزه المربي، إن شاء الله لو 100 جرام للسمكة الواحدة، وكلها مفطومة على العلف وبنسب تشوهات 0 تقريباً. يعني تشتري الزريعة وبعد سنة تحصد وزن 750 جرام للسمكة الواحدة. الجديد بقى إن لو عند أي مربي مشكلات في جودة المية أو أمراض بكتيرية أو طفيلية ظهرت على الأسماك، موجود في أشتوم الجميل معمل مركزي عملاق بجد لتشخيص أمراض الأسماك وفحص جودة المياه. العينات هتتحلل وهيدعموك فنياً ويعرفوك المشكلة فين عشان تلحق مزرعتك وتعدي الدورة السمكية في أمان وبأقل خسائر. تعالوا في البداية نقابل الدكتور محمد العربي، مدير مشروع تنمية الاستزراع السمك البحري في مصر، وبجد مجهوده عظيم في تنمية القطاع ده على مستوى الجمهورية. أهمية أشتوم الجميل للمكان ده تحديداً، قررنا نحن نعمل فيه هذا المفرخ العملاق. زي ما حضرتك بتقول، احنا عندنا معمل هنا وعندنا مفرخ هنا، ولسه كمان هيبقى في صاله تصدير وفرز اسماك من هنا ان شاء الله باذن الله، مركز تدريب كمان. ليه المكان ده؟ ليه مفرخ هنا؟ مفرخ هنا عشان يخدم على المنطقه الكثيفه في استزراع الاسماك البحريه في جمهوريه مصر العربيه، وهي شرق التفريعه، مشروع قومي بتاع شرق التفريعه، ومنطقه مثلث الديبه ودمياط وبورسعيد، وكل المناطق الخاصه بزراعه السمك البحري هي متمركزه حول منطقه اشتوم الجميل. ملوك الاستزراع البحري، الاروز والدنيس واللوت والجمبري، صح كده؟ بالظبط كده، بالاضافه لمشروع قناه السويس طبعا. واحنا طبعا داخلين لهم بسمكه موسى طبعا. لازم نفهم انها سمكه مهمه جدا وليها سوق كبير بره. طبعا يا فندم. هو الفكره ان المشروع برضو لما قلنا المفرخ، احنا عندنا زي ما حضرتك تعرف وصورت حضرتك المفرخ بتاع كيلو 21، هو هناك مفرخ فعلا بيفرخ اسماك العروس والدنيس. عشان اصدر للاتحاد الاوروبي بيقول لك لازم تعمل حاجه اسمها التتبع او التراسابيليتي. الزريعه بتاعتك، احنا بننتج سمك لوت بكميات كبيره جدا، بس ما نقدرش نصدره للاتحاد الاوروبي. ليه؟ لان معظم الزريعه مصدرها البحر. طيب عشان اصدر بقى السمك ده واقدر احقق بيه عائد، اللي هو عائد كمان ايه، عائد مختلف تماما عن سعر السمك اللي بيتباع في السوق المحلي. هنا سعر السمك اللوت النهارده في مصر من 60 الى 70 جنيه من المزرعه، هو بيكلفه 80 جنيه، يعني اوريدي بيخسر وبيضطر يبيعه عشان دخول فتره الصيف، بيؤدي لنسبه نفوق عاليه جدا نتيجه نشاط الامراض. طب انا النهارده لو قدرت افتح له سوق للتصدير بسعر يكسبه قد الرقم اللي بيع منه على الاقل 3 4 مرات، يعني النهارده يبدا 8 9 يورو في اسواق اوروبا. ده ايه ده؟ ده وزن السمكة اللي وزنها كيلو ونص. احنا اصلا في مصر ما بنطلعش سمكة اقل من 2 كيلو 3 كيلو. 2 كيلو 3 كيلو سعرها بره في الاتحاد الاوروبي من 12 الى 16 يورو. أوه. يعني رقم تاني خالص. عشان اقدر اعمل ده بقى لازم المزارع يساعدني، ولازم انا اساعده ان احنا ننفذ طلبات العميل اللي هنبيع له السمكة دي. طلبات العميل بتقول له انت لازم تتعامل مع مفرخ وتاخد منه اسماك ليها شهادة جودة ومسجلة في الاتحاد الاوروبي. فعملنا نموذج لمفرخ، مش هقول لك المفرخ ده اللي احنا واقفين فيه ده يقدر يغطي كل احتياجات السوق او احتياجات القطاع من اسماك اللوت والموسى، لا، احنا بنبتدي الاول، احنا الخطوه الاولى نعمل مفرخ نموذجي في كل المواصفات القياسيه اللي يقدر يتعامل على اساسها مفرخ تاني ناجح، وبنقول له معاك الفرصه انك تعمل بالنظام بتاعنا، او عايز تقلل شويه في الامكانيات حسب امكانياتك وتختصر بعض النظم. عندنا احنا عندنا نظم مغلقه، مش بالضروره يكون عندك نظم مغلق في مفرخ، بس احنا بنقول ايه عشان نقدر نشتغل طول السنه. فبنقول ادي نموذج يا اخواننا يا مستثمرين يا اللي عايزين تدعموا القطاع يا اللي مهتمين جدا بتصدير الاسماك المصريه، ادي نموذج لمفرخ سمك لوت وسمك موسى مطلوب في الاتحاد الاوروبي. يلا تعال حط ايدك في ايدي وتعال اتدرب عندي، تعال شوف المفرخ بيشتغل ازاي، واعمل واحد زيه عشان تساعد المزارع انها تطلع انتاجها. طيب المزرعه النهارده خلاص اخذت الزريعه من المفرخ، مطلوب منها ان يبقى فيها رقابه بيطريه على
انتاجها، عشان في الاخر بعد دوره انتاج هتاخد منه سنه او سنه ونص ما يجيش يتفاجئ ان السمك بتاعه مش عارف يصدره. صحيح. فانا مطلوب مني انا اساعده لغايه لما السمكه بتاعته تطلع من مصر تروح وياخد فلوسه. فبقول له المعمل بتاعنا شغلته انه يقدم لك الدعم الارشادي، احنا بنعمل نشرات، بنعمل تواصل مع المزارعين من خلال جروبات على الواتساب، بنبعت له فيديوهات ارشاديه باللغه العربيه ليه، وبنقول له والله خلي بالك في الوقت الحالي من السنه بتبقى الامراض المنتشره في هذا التوقيت 1 2 3، لما تظهر عندك الاعراض دي اتعامل بهذا الشكل لغايه لما تيجي للمعمل نشخصتك الحاله المرضيه ونقول لك العلاج اللي هتديله كذا. طيب الاحسن من ده كله بقى الطب الوقائي. بقول له يا معالي المزارع، إذا كنت عايز تصدر سمكك تعالى من أول يوم قبل ما تزرع السمكة تعالى نقعد سوا كده ندرس المدخلات اللي عندك إيه عشان تطلع مخرجات مقبولة، مية وزريعة، مية وزريعة وتربة، حيث لو ظهر أي أمراض طفيلية نتعامل معها، ظهر أي أمراض بكتيرية نتعامل معها بصورة برضو بيسمح بها الاتحاد الأوروبي، لأن الإفراط في استخدام الكيماويات أو المضادات الحيوية ممنوع. صح. غير مرغوب. صح. يبقى أنت في الآخر برضو صرفت، لا محلي ولا دولي بالظبط كده، يبقى انت في الاخر صرفت فلوس ومش عارف برضه تحصل. فدوري معاك ان احنا نمشي اصدقاء، انا يهمني مصلحتك، انا شغلتي تنميه زراعه السمك البحري في مصر، شغلتي انك انت تصدر سمكك، شغلتي انك انت اتعاون معاك عشان تطلع الانتاج بتاعك. فلازم يبقى في بيننا ثقه، وتيجي من اول يوم نبقى مع بعض ونتابع مع بعض عشان في الاخر اوصلك لبر النجاح. الدكتور محمد العربي مدير مشروع تنميه الاستزراع السمك البحري في مصر، اتخرج في كليه الزراعه سنه 1993 وحصل على الماجستير في تغذية الأسماك في المياه العذبة والدكتوراه في تغذية الأسماك البحرية، وحالياً هو النائب الأول لرئيس اللجنة الاستشارية العلمية لدول حوض البحر المتوسط في منظمة الأغذية والزراعة FAO بالأمم المتحدة. السنة اللي فاتت احنا صدرنا حوالي 60,000 طن لوت أو أسماك بحرية، خلينا نقول أسماك بحرية، أسماك بحرية بالضبط، 60,000 طن. طيب. السنة دي صفر، وتم إيقاف تصدير الأسماك البحرية المصرية إلى كل أسواق أوروبا. إحنا كنا بنضحك عليهم، يعني بنقول لهم السمك ده جاي من البحر وإحنا مربينه في مزارع. عايز أفهم وعايز أعرف موقفنا بقى إيه النهاردة، يعني رايحين فين وهنرجع إمتى؟ المستثمر يعني أو اللي هم ذو النفوس الضعيفة اللي هو كان بيستغل قبول الاتحاد الأوروبي الأسماك المصدرة من مصر اللي هي جاية من مصادر طبيعية، ويلي الحقيقه ان ده مقبول جدا في الاتحاد الاوروبي، وان سمكتنا فعلا كانوا بينتظروها. انا عايز اقول لك ان كان بيتحط يافطه من يوم السبت في سوق ميلانو، ده اكبر سوق الاسماك البحريه في دول اوروبا، كان بيتحط من يوم السبت يافطه يقول لك ان وينزداي يو هاف تو ريزيرف يور فيش بيكوز از ايجيبشن جولدن ماوس فيش ويل كومينج تو ذا ماركت، ذا كوانتيتي از فيري ليميتد يو هاف تو ريزيرف. يعني كان بيقول له انا في كميه جايه من السمك محدوده، احجز عشان يوم الاربعاء السمك جاي مش هتلاقيه، وكان بيتباع من 12 الى 16 يورو. طيب السمك ده كان بيتصدر طبيعته ايه؟ كان فعلا بيطلع من بحيره البردويل وكان بيطلع من المصادر الطبيعيه، بس ولينا كوتا والاتحاد الاوروبي كان عارفها. مع استمرار التصدير في احيانا بيحصل تجاهل وعدم مصداقيه في العرض على الجهات اللي بتدي صلاحيه التصدير. حاليا الملف بقى كامل معد وجاري، تم عرضه على الاتحاد الاوروبي وجاري الموافقه والتصديق على اعاده تصدير الاسماك المصريه من خلال المصايد. مين اللي ماسك الملف؟ هيئه سلامه الغذاء ولا الهيئه البيطريه؟ مع وزاره الزراعه الاثنين مع بعض ممثلين، وان هم بيديروا الملف ده بالكامل. وصلنا لمراحل متقدمه، يعني احنا بنقفل الملف، يعني ان شاء الله قريبا جدا هيتم عوده الاسماك المصريه الى دول الاتحاد الاوروبي اللي هي مصاده من المصايد الطبيعيه. بس انا عايز اقول ايه؟ الزراعة البحري هو ده بقى. مش كافي، يعني انا اصدر المصايد ده مش كافي، لان اصلا المصايد بالنسبه لي تمثل كام؟ 25% من انتاج مصر من الاسماك، 80% او 85% من انتاج مصر من الاسماك مزارع. وزي ما قلت لحضرتك التسويق بتاع الاسماك البحريه في مصر محدود قوي، لان تكلفته غاليه جدا وسمعه السمك غالي جدا، فلازم اصدره. لينا مؤتمر كان في المغرب قريبا من حوالي شهر، وتم مقابله مندوبه الاتحاد الاوروبي وتم التفاوض معها في تصدير اسماك الزراعه السمكي، وفعلا بالفعل وصلتنا بالمسؤول عن ملف الزراعه السمكي لدول الشرق الاوسط وتواصلنا معاه، طلب مننا حاجه بسيطه جدا، خطتنا في فحص المتبقيات في الاسماك، وجهزناه فعلا بالتعاون مع هيئه سلامه الغذاء. بنقفل بس الملف وهيتم ارساله خلال فتره وجيزه جدا، خلال 15 يوم بالكثير قوي هيكون ملف كامل ومبعوث للاتحاد الاوروبي، وهيبقى الجديد بقى مش استئناف التصدير او الصادرات من الاسماك من المصادر الطبيعيه، لا هيكون كمان في فرصه لتصدير اسماك من الزراعه السمك البحري. خلي بال حضراتكم، مفرخ اشتوم الجميل في مركز تدريب عملي في الموقع لنقل المعرفة بتفريخ واستزراع الأسماك البحرية لأصحاب المصلحة في قطاع الاستزراع السمكي، يعني اللي عايز يتعلم ويزرع أسماك بحرية يتحرك فوراً على أشتوم الجميل. مشروعاتنا لتنمية قطاع الزراعة البحري اللي هي مفرخ كيلو 21 ومفرخ أشتوم الجميل بمزارعهم عاملين 134
مليون جنيه استثمارات. احنا كده بنتكلم في حوالي 20 مليون زريعة، يعني 20-25% من احتياجات مصر. احنا عايزين الناس ما تفكرش في الزريعة البحرية، مش عايزينها يجيبوا من البحر، فعايزين نغطي على الاقل 50-60%. نعمل ايه؟ احنا دلوقتي بناشد كل مستثمر عايز يدخل قطاع الاسماك، وده قطاع انا بقول له قطاع مربح جدا، بس محتاج يبقى عندك خبرة فنية. وانا بقول لك انا بقدم لك الخبرة الفنية مجانا، تعال اقعد معانا، تعال اقعد قضي وقتك معانا يومين ثلاثة زي ما انت عايز، شوف الدنيا بتمشي ازاي، بنشغلها ازاي، واعمل ابتدي مشروعك. ما بعد كده هاجيب زريعه مش هلاقي. انت حضرتك بتطلع 20 مليون زريعه في المفرخين، وبعض المفرخات بتطلع 10-15 مليون في زريعه. بالزبط. كل ده 40-50% احتياجات مصر. أيوة. الباقي هيروح يجيبهم من البحر. احنا مش عايزين مشكلة. ده دي المشكله، ما احنا مش عايزين ده. وبعد كده نقول بتاع، طب انا عايز منك مش لاقي، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ زود مفرخات. ما هو دي الفكره حضرتك، عشان كده بقول انا بقول للمستثمرين، يعني وجهه نظري الحكومه ما تقدرش تعمل كل حاجه. وبعدين ده مجال واعد جدا للاستثمار، ده انا بقول لك هتشتغل مجال استثماره مربح جدا وامن جدا، وزبونه موجود يعني قاعد مستنيك بالفكر اللي بنتكلم فيه ده، بتصدير الاسماك ده الناس كلها بعد كده هي سنه واحده هتلاقي كل الناس واقفين طوابير على المفرخات عشان ياخدوا سمك المفرخات. فالنهارده الاستثمار امن، لازم القطاع الخاص يدخل فيه بقوه. الاهم من ده كله بقى ان انا عندي زي ما حضرتك قلت 21 موقع في البحر الاحمر، بحر المتوسط. احنا عاملين واحنا بناخد المواقع دي تحديدا، قلنا واخدنا موافقه ان يكون في كيلو متر مربع على الارض، دي منطقه لوجستيه. المنطقه اللوجستيه دي بتخدم على الموقع الواحد. المنطقه دي فيها ايه؟ فيها مفرخ، فيها مصنع علف، فيها صاله لفرز الاسماك، فيها مخازن للشباك والاعلاف، وفيها منطقه سكنيه للعاملين. كل موقع من 21 موقع قدامه موقع ومساحته كيلو متر مربع لهذا الكلام. اذا استثمارات في قطاع الاستزراع السمكي هتزيد الفتره الجايه.